لعبت الزمالك في الجولة السبعتاشر وكسبت 3. الماتش ده كان سهل؟ لا هو ما كانش سهل، هو احنا كسبنا 3 بس الماتش ما كانش سهل. يعني احنا كنا نازلين كده، انت مش نازل يعني انا هكسب الاهلي 3، هكسب الزمالك 3، هكسب الفرق الكبيرة. لا احنا نازلين ربنا كرمنا بالجون الاول، بعد كده جبنا التاني، خلاص بدأنا نحافظ عليه. في الاخر بقى كان سيف الصراحة محظوظ قوي على الزمالك، سيف تاني نزل جاب التالت على طول. حصل موقف بينك وبين زيزو في الماتش ده تفتكره؟ هو كان موقف عادي، احنا بنضيع، انا بضيع وقت، احنا كسبانين، فانا خلاص بحاول اطلع بالماتش اللي احنا بنضيع وقت، فالكره رجعت لي، فانا عطلت يعني فضلت واقف على الكره شويه لحد ما هو جاء لحد عندي ورحت ماسك الكره بس، فبسلم عليه ما اسلمش. في الجوله ال 25 خسرت من الاهلي 3. ماتش الاهلي كان اصعب من الزمالك بالتاكيد، ايه الفرق بين مواجهه الاهلي ومواجهه الزمالك؟ لا هو ما كانش اصعب، واحنا ما كناش موفقين، وانا ما كنتش موفق في الجون الاول اوفر والدنيا سهله، انما غير كده كان الماتش مشى بتدريج اكتر، يعني احسن من كده. ده احنا رحنا في فرص كتير قوي، كنا خسرانين الشوط الاول 2 ورحنا في فرص كتير قوي الشوط الثاني، بس ما كناش موفقين ان احنا نجيب حاجه منهم. لو كنا جبنا منهم حاجه كان اكيد الوضع يختلف. ماتش الاهلي الاولاني حصل بينك وبين علي معلول موقف تفتكره؟ يعني ده ساعه الجون الثاني لما هما في ال كنا احنا متعادلين 1-1 وخلاص الماتش بيخلص، وفي اخر ثانيه كنت انا بقى بضيع وقت، يعني خلاص احنا الماتش بيخلص واحنا محتاجين البونت جدا، جينا في اخر ثانيه واخر كوره كورنر لعب على مرتين، حسين شحات عمل اوفر، رونو سافيو لعبها انا فاكر بالظبط، يعني محمد شريف حطها، فانا وقعت خلاص، انا زي صدمه كده اللي هو الجون جه في اخر ثانيه، فببص لقيته هو باصص لي بيقول لي قوم قوم خلاص بقى احنا خلصنا الماتش. ايه طبيعه علاقتك بشيكابالا؟ يعني هو شيكابالا مش يعني صديق ومثل اعلى. انت حارس وهو لاعب مهاجم، مثل اعلى ازاي؟ مثل اعلى في حاجات كتير، يعني انا واحد من الناس، انت كحارس اكيد بيجي عليك وقت او مثلا في فترات في عمرك بتتمنى ان انت تلعب ضد ناس معينه في الملعب، فشيكابالا كان واحد من الناس دي اللي انا كنت بتمنى ان انا مثلا الحق يعني اوصل للدوري الممتاز وهو موجود في الملعب والعب ضده. محمد سعيد شيكا اتسمى شيكا على اسم شيكابالا صح؟ احكي لنا كواليس شيكا. لا هو انا كنت صغير بس انا كنت شبهه شويه وهو كان لسه طالع يعني في بداياته، فجاء مدرب حراس عندنا راح قال لي انت فيك شبه من شيكابالا، ومعايا بقى الاسم من زمان. قبل رحيل محمد صبحي للزمالك كان هو الحارس الاساسي، هل وجود محمد صبحي كحارس اساسي لانه افضل بكتير من محمد شيكا فنيا؟ لا دي انا ما اقدرش اقول لك هو افضل مني ولا لا، هي دي حاجات الناس اللي هتقررها، بس وجوده كان وجود اللي احنا محتاجين عنصر يكون عنده الخبره في الفتره اللي احنا لسه طالعين فيها في الدوري الممتاز في حته حراسه المرمى، فكان اختياراتهم في النادي اللي هو محمد صبحي. شيكا كان اختيار المدير الفني دايما بشكل اساسي بعد رحيل صبحي، هل وجودك بشكل اساسي مع الفريق بعد رحيل محمد صبحي كان امر اضطراري لفرقه بسبب أزمة القيد؟ اعتقادي اللي هو مش اضطراري، انت ممكن تلعب بأي حد، يعني انت كان معانا حراس محترمين، كابتن محمود السيد معانا، كان معانا جون تالت اسمه صبري جاد، في جوان كتيرة معانا يعني جونين محترمين جدا أي حد منهم يشيل في أي وقت، بس ممكن الظروف تكون خدمت محمد سعيد شيك. لو القيد مفتوح لفاركو السنة الجاية ممكن نشوف حارس أساسي غير شيكا؟ السنه دي مفتوحه ما اعرفش، بس هم ما جابوش حد، فوجود حد من عدمه ما لهاش علاقه باللي انت تبقى موجود في الملعب او لا، كلها اجتهاد. اصعب ماتش لعبته مع فاركو الموسم اللي فات بالنسبه لي برضه كان ماتش المصري، ماتش المصري هناك اللي كسبناه 2-1، ان احنا كنا ساعتها يعني خلاص احنا ده الماتش ده بالنسبه لنا هو طوق النجاه، انت حطيت رجلك مع الناس اللي فوق بدات تخش في المنافسه، او انت خلاص لو خسرت الماتش ده انت بقيت موجود مع الناس اللي تحت وهتبتدي بقى تخش في مثلث الهبوط واللي انت تصارع بقى اللي انت تطلع منه.
أهلاوي ولا زملكاوي؟ فرقاوي. تحب تلعب في المستقبل الأهلي ولا الزمالك ولا تحترف؟ أحترف. مين أفضل حارس في مصر دلوقتي؟ محمد الشناوي. شيكا رقم كام؟ بالنسبة في ترتيب الحراس؟ 3 في الكلين شيت. هدف دخل مرماك مش ممكن تنساه؟ لا مش ممكن انساه، ده حاجة تانية يعني. مثلا في أحمد سمير، في جون مبلولو، جون أجويرو، جون كانت غريبة شوية يعني.